السلام عليكم، معكم يعقوب الشراح صاحب قناة بورد جيمز دوجو، واليوم مع فيديو تعليمي للعبة ما هي جديدة في السوق، ولكن يوم نزلت حققت مبيعات هائلة وحازت على إعجاب الكثير من الريفيورز. اللعبة من تصميم الديزاينر المشهور مايكل كيزلينج، وتلعب من قبل شخصين إلى أربع فيما يقارب النص ساعة. نبدأ مع عملية السيت اب، وقبلها راح نبين شنو المكونات اللي راح توصل مع اللعبة. عندنا اول شيء الباق هذه اللي راح يكون فيها ونحط فيها كل مربعات السيراميك بالوانها. عندنا اربعة سكور ماركرز، واحد فيرست بلاير ماركر، وعندنا عدد من مناطق العرض، واربعة بلاير بورد. راح نسوي سيت اب للعبين، فراح نحط البلاير بورد في منطقة اللعب بهذا الشكل. بعدين حسب ما هم بين لنا في الكتيب الشرح، اذا كنا قاعد نلعب مع شخصين راح نحط عدد خمسة من مناطق العرض بشكل دائري في منطقة اللعب. اذا قاعد نلعب مع ثلاثة راح نحط سبعة، واذا قاعد نلعب مع اربعة راح نحطهم كلهم اللي هم عدد تسعة مناطق عرض. واحد، هذه خمسة. بعدين بشكل عشوائي راح نطلع أربعة مربعات سيراميك لكل واحدة من مناطق الأرض ونوزعها بهذا الشكل. بعدين نعطي كل واحد واحدة من السكور ماركرز هذه، يحطها على الصفر، وبشكل عشوائي نحدد الفيرست بلاير ونعطيه الفيرست بلاير ماركر. قبل ما نبدأ بشرح أسلوب اللعب، نبي نوضح الأماكن المهمة اللي موجودة على البلاير بورد. عندنا على كل بلاير بورد راح يكون في منطقة الحائط هذه، عندنا خطوط التجميع، عندنا هنا خط التخلص، وعندنا السكور تراكر. راح نشوف لو قلبنا البورد ان الحائط هنا موجود عندنا ما هو ملون بهذا الشكل، وهذا فاريان ثاني راح اشرحها في نهاية الفيديو هذا. حاليا راح نلعب على هذا السايد. الحين نبدأ نشرح اسلوب اللعب. اللعبة تلعب على عدد من الراوندز. في بداية كل راوند راح نعبي مناطق العرض بعدد اربعة عشوائي من مربعات السيراميك. طبعا احنا في السيت اب عبيناهم، فما راح نسويه في الراوند الاول. ابتداء من الراوند الثاني راح تفضى هذه المناطق وراح نعبيهم من الباقي. بعدين راح نظل نلعب لحد الراوند اللي يقدر واحد من اللاعبين يستكمل واحدة من خطوط العرض اللي موجودة عنده على الحائط ماله. مجرد ما يستكمل واحد من اللاعبين خط واحد من خطوط العرض نكمل الراوند، وفي نهاية الراوند نحسب السكور النهائي وتنتهي اللعبة. الحين بداية كل راوند راح يقوم اللاعب اللي عنده الفيرست بلاير ماركر بأنه يسوي واحدة من الأكشنات التالية. اول شيء يختار له واحده من مناطق العرض، ياخذ كل المربعات اللي من نفس اللون اللي عليها. لو قرر انه ياخذ مثلا المربعات اللي موجوده على هذه المنطقه، اذا جاء ياخذ اللون الازرق لازم ياخذهم كلهم، ما يقدر ياخذ واحده ويترك الباقيين، لازم ياخذهم كلهم ويحطهم على واحده من خطوط التجميع عنده. طريقه وضعهم على خطوط التجميع في لها ضوابط. مثلا لازم لما يحطهم على خط تجميع واحد، ما يقدر يوزعهم على أكثر من خط. وإذا مثلا قرر أن يحطهم على الخط الثاني هذا، راح يلاقي أنه محدود بعدد اثنين من المربعات، أي زيادة راح ينزلون على خط التخلص هذا اللي موجود عندنا في أسفل البورد. بعد ما يأخذ ويحط على خط التجميع، أي زيادة موجودة على منطقة العرض اللي أخذ منها راح تنزل في النص. الاكشن الثاني اللي ممكن ياخذه اي لاعب، راح نشوف واحنا نلعب ان المنطقه هذه بالنص راح تتجمع. مثلا بعد فتره راح نشوف ان المنطقه هذه بدات تتجمع، فراح تكون مغريه ان الواحد ممكن ياخذ منها. شلون ياخذ منها؟ نفس الطريقه، اذا نفس ما قاعد ياخذ من مناطق العرض، اذا اخذ من المنطقه الوسطى هذه، إذا قرر ياخذ لون ياخذ
جميع المربعات اللي من نفس اللون، ما يقدر ياخذ مجموعة ويترك مجموعة، لازم ياخذهم كلهم. فنفس الشيء إذا قلنا مثلا الدور على هذا اللاعب وقرر أنه ياخذ المربعات، راح ياخذهم كلهم اللي من نفس اللون، وأول واحد ياخذ من منطقة المنتصف ياخذ الفيرست بلاير ماركر، هذا راح يخليه هو اللاعب الأول في الراوند القادم، ولكن راح يحطه في هذه المنطقة. راح نقول لكم طريقة التعامل مع هذه المربعات اللي تنحط في أرضية التخلص في نهاية كل راوند. نفس الشيء الحين يبي يحط اللي هي المربعات هذه، طبعا هو مو شرط ان يحطها، ممكن افضل له ان يحطهم في خط التجميع هذا، ولكن هذه راح تنزل عنده في هذا المكان. شيء راجع له على حسب الاستراتيجيه مالته وين يحطهم، ممكن يحطهم هنا عشان يستكملهم الدوره الجايه. وراح نستكمل الراوند على نفس الحال هذا، يرجع الدور اللاعب هذا ونقول مثلا قرر ياخذ الاثنين هذيل، يرجع الدور مره ثانيه وهذا الشخص قرر انه يكمل خط التجميع هذا. مشكلة ان الاصفر موجود هني اثنين وهني اثنين، لو اضطر ياخذ راح ياخذهم اثنيناتهم. نقول انه قرر ياخذ الاصفر عشان يكمل خط التجميع هذا، هذي راح ينزلون في النص. لما يجي يحط راح يحط بس واحد والثاني راح ينزل عنده في هذه المنطقة. بعدين اللاعب هذا قرر انه ياخذ اللون الازرق هذا الفاتح، حطه في هذا المكان. يرجع مرة ثانية الدور، ممكن ياخذ الاصفر مرة ثانية، ما عنده مشكلة انه يحط اللون على اكثر من خط تجميع، ولكن كل لون ياخذه في ترم ثاني مو بنفس الدورة. نفس ما قلنا المربعات اللي ياخذهم في نفس الدورة لازم يحطهم على خط تجميع واحد. يرجع الدور عند اللاعب هذا، اخذ الحمرة هذه، يرجع الدور هني اخذ هذه، بعدين الدور فيها عند اللاعب هذا اخذ هذه. ومع انتهاء مربعات السيراميك من منطقة العرض راح ينتهي الراوند، وراح نسوي السكور حق الراوند. عندنا السكور يحصل مرتين في اللعبة، في نهاية كل راوند وفي نهاية اللعبة. حاليا بما ان خلصنا الراوند وما في احد من اللاعبين استكمل واحدة من الخطوط هذه، راح نسوي السكور حق الراوند. شلون نسوي سكور الراوند؟ راح نشوف خطوط التجميع، اذا في خطوط مكتملة راح ننزل مثلا هذا الخط مكتمل، ما في اي فراغات ثانيه، راح ننزل المربع هذا على المربع المشابه له على الحائط. نجي للاعب هذا الخط الثاني نفس الشيء، راح ننزل اول مربعه على المربع المشابه لها على الحائط، والباقي راح نطلعه برا اللعبه. نفس الشيء في خط التجميع هذا، راح ننزل اول مربعه على المربع المشابه له والباقي يطلع برا اللعبه. هذا خط التجميع غير مكتمل، راح يظل على حاله لحد ما يكتمل. نفس الشيء في نفس الوقت يقدر اللاعب الثاني يسوي نفس الشيء، يستكمل هذا بعدين اول هذا الخط مكتمل، فراح ينزل هذه وهذه تطلع برا، ما في خطوط تجميع هذه. في هذه نفس الشيء راح ينزل واحده والباقيين هذول كلهم يطلعون برا. كل المربعات اللي تخلص منهم اللاعب ما راح نرجعهم حاليا للباك، ولكن ممكن يجمعهم في منطقة راح نراويكم بعدين طريقة التعامل معهم. والحين نقوم بعملية السكور مال راوند. احنا ما سوينا السكور، مجرد ان نزلنا المربعات من خطوط التجميع الى الحائط مثل ما رويناكم قبل شوي. الحين كل لاعب ممكن يقوم بعملية الحساب بتلقاء نفسه. مثلا شلون تتم عملية الحساب؟ كل مربع موجود الحالة على الحائط ما هو مجاور لأي مربعة ثانية راح ياخذ نقطة واحدة، فراح ياخذ نقطة على هذا ونقطة على هذا ونقطة على هذا. نفس الشيء بالنسبة للاعب هذا، راح ياخذ نقطة على الأسود هذا، نقطة على الأصفر، ونقطة على الأصفر الثاني. هذا ما يعتبر مجاور لهذا، لازم عشان يكون مجاور لازم يكون في واحدة من المربعات اللي فوقها تحته يسارة أو يمينة. بعدها راح يقوم وينزل كل لاعب، راح ينزل من عدد نقاطه على قد ما في المربعات اللي عنده على خط التخلص هذا مكتمله. مثلا هذا اللاعب عنده مربعين مكتملين، فهذا راح ينزل منه ماينس اثنين، وهذا اللاعب راح ينزل منه ماينس واحد، وكلها تطلع برا. يظل هذا عند هذا اللاعب على اساس انه هو اللاعب الاول في الراوند الثاني. خلصنا عمليه السكور،
راح نبدأ بالراوند الثاني، ويقوم اللاعب اللي عنده الفيرست بلاير ماركر بتعبئة خطوط العرض أو مناطق العرض هذه نفس ما قلنا في عملية السيت اب في أول اللعبة. ومجرد ما يكتمل وضع المربعات على مناطق الأرض راح يبدأ بأخذ الأكشن ماله. مع الراوند الجديد اللاعب الأول راح يقوم باختيار واحدة من مناطق الأرض ويأخذ جميع المربعات من نفس اللون. هذا اللاعب مثلا قرر أنه يأخذ الأزرق هذا فيها ويحطه في هذه المنطقة، هذين الباقيين كلهم راح ينزلون في المنتصف. اللاعب هذا قرر أنه يأخذ الأسود من المنطقة من منتصف منطقة لعب، راح ياخذهم وراح ياخذ وياهم الفيرست بلاير ماركر، راح يحطهم في هذا المنطقة والفيرست بلاير ماركر يحطه في أرض التخلص. الحين بشرح شغلة اللاعبين ما يقدرون يسوونها أثناء عملية تجميع ووضعها في على خطوط اللي هي التجميع هذه. رجع الدور للاعب هذا وقرر انه ياخذ المربعين الصفر من هذا المنطقة لعب هذه، راح ينزل الباقي راح ينزل في المنتصف. الحين الضوابط لوضع هذه على مناطق التجميع قلنا لازم يحطهم على واحدة من خطوط التجميع. مثلا لو قلنا ان هذا موجود في هذه المنطقة ما راح يقدر يحط الاصفر ورا الازرق، لازم كلهم يكونون من نفس اللون، وما راح يقدر يحط على خط تجميع على نفس المستوى الحائط نفسه مكتمل او موجود فيه مربع من نفس اللون. فمثلا ما راح يقدر يحطه في هذا المكان خط التجميع هذا، ما راح يقدر يحطه في خط التجميع هذا. فالمكانين المتاح له على خط التجميع هذا او على خط التجميع هذا، وقرر نقول انه قرر راح يحطهم على خط التجميع هذا. نستكمل اللعب مع هذا اللاعب وقرر انه ياخذ الاسود اللي موجود في المنتصف. بعدين يرجع الدور للاعب هذا قرر انه ياخذ الاثنين الاحمر ويحطهم في هذا الخط. بعدين رجع الدور لهذا اللاعب قرر انه ياخذ هذا الازرق. يرجع الدور مره ثانيه عندنا لهذا اللاعب نقول انه قرر راح ياخذ الاسود هذه. طبعا لما ناخذ دائما لازم ننزل. رجع الدور لهذا اللاعب وهذا قرر انه ياخذ الثلاثه الزرق يحطهم على خط التجميع هذا. بعدين عندنا اللاعب هذا قرر انه ياخذ نقول قرر انه ياخذ الاصفر هذه المربع الصفر هذه حطها في هذا المكان. راح يستكمل اللعب بالاحمر. بعدين اللاعب هذا قرر انه ياخذ هذه حطها في هذه المنطقه. الحين اللاعب هذا عنده لازم ياخذ هذه المربع الزرقاء ويجي يحطها. الحين انتهى الراوند عندنا وراح نقوم بعملية السكور. نفس الشيء راح نشوف كل خط تجميع مكتمل ننزل اول مربع سيراميك على الحائط وعلى طول نسجل السكور. فهذه راح نشوف 1-2 لنا بجانبها مربع ثاني، فراح ياخذ عليه نقطتين. نرجع لهذا المكان راح ناخذ اول مربعة بما ان الخط مكتمل وراح نطلع الباقي برا. هذه راح ننزلها في هذا المكان. الحين نبدأ نحسب. ما في بجانبها على خط العرض اي مربعات، ولكن على خط الطول موجود، فراح نحسب 1-1-2-3 1-2-3. هذا الخط مو مكتمل ما راح ياخذ عليه سكور، هذا الخط مكتمل والباقي كله يطلع برا راح ياخذ عليها نقطة واحدة لان ما بجانبها مربع ثاني، هذا الخط مو مكتمل، وهذه راح ياخذ عليها ماينس 1 تطلع برا. نفس الشيء اللاعب هذا راح يقوم بعملية حساب السكور ماله. راح ينزل أول واحدة وياخذ عليها 1-2. دائما نقوم بعملية الحساب العرضي بعدين الطولي. نفس الشيء مع هذا راح نحط هذه الحمرة في هذا المكان وهذه تطلع برا. راح نحسب العرض أول 1-2 بعدين الطول 3-4. دائما تنحسب المربع نفسها اللي أنا حطيتها تنحسب مرتين، مرة في العرض ومرة في الطول، فراح تقول 1-2-3-4. نكمل مع خط التجميع هذا اللي يطلع برا.
ما في خطوط عرض، مجرد خطوط طول، فراح نقول 1 2 3، 1 2 3، وما في في خط التخلص ما في اي سالب ممكن ياخذه، فراح يكون السكور ماله على 10. الحين لو احتاجنا ان نعبي مناطق العرض هذه في بدايه الدوره وما كان عندنا في الباق العدد الكافي، راح نطلع كل اللي موجود في الباق ونعبي قد ما نقدر، بعدين ناخذ المربعات السيراميك اللي شلناها من قبل نرجعها في الباق ونرد نكمل باقي مناطق العرض. وراح نظل نستكمل اللعب مثل ما قلنا لحد ما يستكمل واحد من اللاعبين خط عرضي او اكثر، يعني عادي في نهاية راوند ممكن يكون استكمل اثنين، وممكن اللاعبين نفسهم يكونوا استكملوا هذا الشرط، مثلا هذا اللاعب استكمل خطين وهذا اللاعب استكمل خط في نهاية هذا الراوند، تنتهي اللعبة عندنا ونقوم بعملية السكور للراوند وبعدين نسوي السكور النهائي. نفس الشيء راح نسوي سوينا هني مثلا السكور مال الراوند وكل لاعب اخذ عدد معين من النقاط. الحين نسوي السكور النهائي، خلصنا الحين من سكور الراوند، الحين نسوي سكور نهائي. راح نشوف على كل بلاير بورد موجوده نقاط اضافيه ياخذها اذا استكمل هذه الشروط. مثلا يقول لك لكل خط طولي مستكمل راح تاخذ عليه 7 نقاط، فمثلا راح نشوف ان هذا عنده خط طولي راح نضيف 7 نقاط. بعدين لكل خط عرضي مستكمل اخذ نقطتين، هذا اللاعب استكمل خطين عرضيين راح ياخذ 4 نقاط، 1 2 3 4. بعدين هذه راح يقول له اذا قدر يكمل واحدة من الالوان على الحائط، مثلا راح نشوف ان كل لون موجود متكرر 5 مرات على الحائط. الاصفر راح نشوف هني انه كمل 1 2 3 4 5، سكر جميع المربعات على الحائط اللي من اللون الاصفر، معناته استكمل هذا الشرط. الازرق استكمل 4 باقي له واحده، فما راح ما يكون استكملها الا مره واحده مع الاصفر، فراح ياخذ عليهم 10 نقاط وانتهى السكور بالنسبه لهذا اللاعب. نفس الشيء مع هذا اللاعب، ما استكمل اي خطوط طوليه ولكن استكمل خط عرضي ياخذ عليه نقطتين، وما استكمل هذا الشرط بانه يستكمل واحده من الالوان على الحائط فما راح ياخذ ال10 نقاط. بالتالي في نهايه اللعبه راح يكون هذا اللاعب الفائز. شغلة أخيرة، احنا شرحنا طريقة اللعب على هذا الوجه من البلاير بورد. إذا قررنا أن نلعب على هذا البلاير بورد، وهذه تعتبر لعب للعب المتقدم، الحائط عندنا هني كله بلون واحد. إذا في وقت قررنا نحرك مربع من خطوط التجميع إلى الحائط، نقدر نحطها أي مكان على الحائط بشرط أن اللون ما يتكرر عندنا على بنفس الخط الطولي او ما يتكرر عندنا بنفس الخط العرضي هذا. فنفس الشيء راح نظل نلعب ونوزع لحد ما يكتمل واحد عند واحد من اللاعبين خط عرضي، تنتهي اللعبة ونحسب السكور. مثل ما قلنا اهم شيء في هذا الوجه انا اقدر احط المربعات اي مكان ابي، ولكن ما يتكرر عندي اللون بالطول او بالعرض. اذا صدف وصارت الالوان اللي انا حاطها اللون هذا ما اقدر انزله بسبب خطا انا سويته، كل المربعات اللي موجوده على خط التجميع هذا راح تنزل الى خط اللي هو التخلص. وهذا يكون استكملنا شرح اللعبه، واتمنى لكم لعبه سعيده.